أمال الساير، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم كال. بالنسبة لنا مسرح المواهب من أعز المناسبات على قلوبنا، لأنها فرصة لعيالنا يطلعون على المسرح ويبينون للعالم المواهب اللي عندهم. نورية العميري، المدير التنفيذي للجمعية الكويتية لاختلافات التعلم. على مدى 9 سنوات تقوم كالد بعمل مسرح المواهب للطلبة الموهوبين من ذوي تشتت انتباه وفرط النشاط وصعوبات التعلم. هذا اليوم فرحة للجميع، فرحة للطالب وأسرته ومدرسينه والمشرفين على النشاط. فرح شبلي، مسؤولة العلاقات العامة بالجمعية الكويتية لاختلافات التعلم، بصفتي المنسق العام لمسرح كالد المواهب للسنة الثالثة على التوالي. من خلال تجربتي مع الأولاد، من خلال المشاركة بالبروفيت باختيار الفقرات، الكونتاكت المباشر معهم، منشوف إصرارهم الدايم على المشاركة، منشوف الفرحة بعيونهم. هيدا الشيء بيعطينا دافع لنستمر، دافع لكل سنة نعمل هيدا المسرح ونطور فيه أكثر وأكثر. سلام، اسمي فيصل، واليوم أنا مشارك مسرح كالد، وإن شاء الله نفوز هالسنة ومدرستي دسمان. مشكورين. أنا اسمي غنيم فواز، مساكة في لسة أمي هليلة. وأنا اسمي عبد الساكر يوسف حسين قطان، وأنا مشترك بمسرحية وبس. معكم أفراح المذن، وكان دوري في هذا المشروع هو مساعد المنتج. الدافع الرئيسي اللي خلاني أشترك في هذا المشروع هو حبي وعطائي المتواصل والدائم للاحتياجات الخاصة، وأنا فخورة كوني جزء من هذا العمل. My name is Mohammed Al-Rashidi and I'm from Kuwaitingu School in the choir participating in this event at AUS at the talent show. معكم محمد عبد المحسن طيب. نوع المشاركة القرآن الكريم سورة الإنسان. اسمي صقر محمد ومشارك مسرحية الإنجليزي. اسمي محمد مشارك في أوقات خاصة. اسمي مريم نصير، مساعد مخرج في كال تالنت شو التاسع. شاركت في هالمشروع لثقتي الكبيرة في شركة لايت بوك. استخراج طاقات موهوبة من فئات خاصة. اسمي آية، مشعل الصفار. أنا مشاركة دور اليدة الكبيرة
اسمي محمد إبراهيم ومشارك في الموسيقى وبعزف على الجيتار. سلام، أنا اسمي سعاد من مدرسة أم هاني، راح أسوي جمباز. راح نقدم بلاك لايت شو أنا وزملائي، إن شاء الله يعجبكم. لما نشوف الفرحة في عيونهم في عيون أهلهم صراحة هذه تسوى عندنا الدنيا وما فيها. بهذه الفعالية مندخل الفرحة بقلوبهم، منحس حالنا عم نعمل شيء حلو. فرحة ينتظرها الكل.